وركي قدام بيا يان كلو ذاقيا إنا لله وإنا إليه راجعون حسوقي أقوينا أبد أيا لوغ استيددك الشعب كأي ريرقسا كدي مركي إسبتال كي دما أي هالكا سددك اللوغو غرقاري أي قنتال إيو قرحيو كسور نفتين عيدا مدى يهود أي عدوغا هالكا سيوحا كنفواي إن كبدا شنبقل أوقفوت أدونكو إذل أيا أفكا قعانتا سارتي مسلمينتو إذل أيا حالي إلا مانتا أوينيا سبحاني حالد أديو عكرانتهي ورركي قدن بي وحا أي شيغيان هقامياش إسلامكا أو أفكا وضفرتي بنام بحي حوغن أيا دعي ولا لهدي أد أركتي أرنتاني ودعي سنيدو قدعي ولا لها رير فلسطين حتى إسبتالكي أي قبادك أو أهايين أيا لقدقي ورركي قدن بي وحا أي شيغيان مدح دي هوري أتاقيرتي يهود إن أي حد عن بارين أيان حسوق لوغيستي عرورت أي هوينكا إسبتالكي لدقي أي مقالة قصة قاب دادكي لوكالا قرى أيال لا إيهاي هوين إيا عرور هلبيه غوغو أي أيال لسوقا ديا إن دو حمد كتاغن هالكاسي أدونكو إذل أيا أفكا قعان تسارتي ساكي غير فلسطين إيا مسلمين تو إذل إن دها إيا قلبيغا أييكا أوينيان هدابا وزارة دا عافيماتكا إيا مقالة دا قصة أيا كورنا واقضي إن تيرادا دادكا كورن تاي دوقين تا يهود دا أي لبكسة تاي برحد إسبتالكا أي غارتاي إن كبادان شنبقل أو شهيدي كواسيا أبادان هاوين إيا عرور أفاينكا وزارة دا عافيماتكا أيا شايغي إن أي سندبولي كارين باهيها إن حسوقا وآد أوين يهي إساقو عربكا كواد كيي إن أي سنجرين ميل نبدون أو كتا لا مارينكا قصة او دوقيمها كا ايماني يهود اللوغا قنبضو ميل كست دوقيمة ايا كدعا يا ايو يري وريها الجسيرة ايا شايغي ان قاديد كا قرمت كا دق دقاهي اي سنوليها لين وحدي باتا اه او سو قارتي وحانا داد كا قاركيس اي نقضين كوا كلا دادسن او جيركو دقا لقا قو اي اسلام مركاسين هلبهو دا مدب ميل لغا سو قادة يا ايو يري ان دها اللو مرنا ما ينكرا ايو ليهي وريها وريها يا انتاسي كدري إن حالدو أي تهي مد مصيبا نحذين إي أرققح له وحونا شيغي إن أي إسكا عدهي إن دياردها يهودا أي بيكسدين برحد إسبتالكا هالكاسو أي قباد كدقنا يين بقلال قحوتي إي بركة عيال أه أو أبدا شعب أو رير فلسطين أه دينا عكال حزب الله أي وعد كمرتي حالي سقدي دحي إن مانتا أو أربعة أه أي نقاها فرطة قشن دوانان يهودا إسلام مركاسينا مدح وينها مريكانكا أو لفيلة ينو سوغارو عاصمات دالكاسي يهودا أو أسيغانا لكل مدونو وحو سنوليغيس أركين عبسي حوغان أيا كتاغان قدها يهودا حزب الله أيا أديكسان دونتا كانتا لذي دي أغو عصر السنة إسلام مركاسينا وحا أي لقاديسا مدح وينها مريكانكا مركا أو سودادو غارونكا دياردها يتلذيف إني دو قيسو لانكا kale xalay ayaa la arkay madaxweynaha dalkaasi Jarmalka oo xabadka dhulka ku haayo kadib markii uu ka dhigay garoon ku yaala caasimadda dalkaasi Yahuuda waxa la leeyahay durbadiiba waxa hawada soo galay gantaalo ay soo tuureen Hamas isla markaasina xabadka ayuu dhulka dhigay taa oo ah inuu ka argagaxay caasimadda Yahuuda in aysan nabdooneen hadaba madaxweynaha Mareykanka miyuu hore u soo qaadan doonaa qalabka difaaca ee gantaalada ka hortaga mise markii la yeeriyo seeriga digniinta gantaalada asigana uu carari doonaa si kastaba ha ahaatee maanta waxaa lagu ballansan yahay magaalada Jidda hoggaamiyasha muslimiinta ayaa ku ballansan xalay banaanbaxyo xoogan ayaa ka dhacay wadamo badan oo muslimiin ah turkiga shacab caraysan ayaa safaaradda yahuudda soo weeraray isla markaasina booliiska ayaa dirqi kaga badbaadiyey diblomaasiyiintii ku sugnaa safaaradda dalkaasi turkiga ee yahuudda haddaba maanta magaalada muqdisho ama geyiga soomaaliya maxaa laga samayn doonaa عالمكو إذي الأفكا أيو قعانتا سارتي وحالليا بيهي حسوقي حالي أي يهود كسميسي إسبتال كويالا مقالة قزا ولال هدي آد أدير نحضي شعبك إيا هوينك لغو حسوقي مقالة قزا قار أهان إسبتالك سن يد أغسو دعي ولالها سيدباتيسا ميد كي قاب لوك لغور أيا إلا إمنك للأيهي إنا لله وإنا إليه راجعون ألو أقرقار دادكاسي ولالها أه أي مسلمين تأهي تنكلا وحال لياب نقطي دولة فدرال كصوماليا قار أهان مدحتويدا في الله صوماليا إن أي سنولي عمبارين هالكا قال أما نين آن مسلم أهين أو عمبارين يو لباتذا أي إسرائيل كوهايسو رير غزة مدح دينا صوماليا أيغا أيا إسكو حوق بدن أيغا أمبا إس أيغان أيا إسلام مركاسين أيغا أيا لباتا أو كليا إسكو حيا فضلا شارقري موقال كاني أو أسو دعي ولا لهين مسلمين تاهي رير غزة فضلا دب أدا ورر كيني هوري إعلان سيدا ميديا
وراركي وقدم بي ايان كلو داقيا محاكا عصب حالة دا يهود ايو فلسطين اسرائيل او جب حوقن لقارسي اسلام مركاسينا كاقاح داي حد كودح اي لبنان كدي ماركي وير علوسو هالكاسي كدعي يهود او قريتي اناي فارو جزا حد كايلو داكت لبنان حزب الله ايا وير حوقن كسو قاضي يهود النفتي قيدا ايا قريتين هالكاسي سرقال سراء او هقامين يقود تداسي هالكاسي لقود دي لي شلي او اسنين اهد يهود دا وحي كود واق داي قرشا اي كداد قريني صدد كدقن ديگان دا اود دا وحد كاللبنان يهود وحي نقيرتي ديلك سرقال سري او كاتر سنعيدة مديدة او لغو ديلي دقين اي جيستي كوحدة حزب الله اي لبنان يدو اي لبادة دينا عسوي دار سدين ويررو اي بربر سعودان دولان كقردردة اي يهود اي كوقا دي مرين كقزة حزب الله اي اوغو جوابيسا ان يهود اي دولان حسوق اه كوقا دي مرين كقزة وزارة قاشان ريقا يعيد مدى يهودا يا شيغي بيان اي سي ودى جره اي اصو سارين ان قرشل لغو داد قرين دونو داد كدقن وقويقا يهودا اي كنو لول قطر دير او لبا كيلومتر او جرحات كاللبنان لانا قين دونو خوي اي دولة دا يهودا امال قلسي ميد كميد اه ديقا نداسي او لغو مقعابو شطولا ايا وحا دوراد لغو ويري قنتال كي ميدن كاي ارك حزب الله ورباهين تا يهودا يا شيكتي ان قف ريد اي هالكاسي لغو ديلي دان كيدا ورقيسكا يتيود ايا شيكي ان سرقال كا ترسان عيدا مدى يهودا وشالاي كودن تاي قنتال كا لدكا تانكي يدا اي حد كاللبنان لغا سوري دي wargeyska wuxuu sheegay in ciidamada yahuuda ay ogolaadeen inay banaanka ka keenaan magaca sargaalkaasi la dilay oo 24 sano jir ahaa waxaana lagu magacaabi jiray Amitai waxa uuna ku dhashay amaba uu ka yimid dhanka iyo Tel Aviv ee caasimada yahuuda ninkan oo hoggaaminayay guutada 75aad yahuuda waxa ay sheegtay in taliyaha uu dhintay dorraad xilli uu ku guday jiray howlo shaqo taas oo ka dhalatay dabka kacay taangiyada oo ka dhacay agagaarka goobta Nurit iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin si kastaba ha ahaatee jab xoogan ayaa soo gaaray yahuuda isla markaasina waxa ay qiratay in sargaalkaasi laga dilay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan madaxweynaha ruushka Mr. Putin oo wado dadaallo ballaaran oo lagu joojinayo dagaalada ka socda marinka qasa isla markaasina xulufo ayuu raadinayaa hadda garabkiisa waxaa taagan dalkaasi shiinaha madaxweynaha turkiga iyo madaxweynaha iiraan beesha caalamka ayuu ugu baaqayaa in tallaabo degdeg ah laga qaado yahuuda isla markaasina inta uusan dagaalka ku fidin gobolka madaxweyne Putin ayaa inta badan ilaaliya dalkaasi Syria Syria iyo yahuudana aad ayay isugu xun yihiin maalin dhaweed waxa ay duqaysay garoon ku yaala gudaha dalkaasi Syria si kastaba ha ahaatee Mareykanka ayaa meel kasta madaxa ku dhifanaya si beesha caalamka gaar ahaan Shiinaha Ruushka Turkiga iyo wadamada muslimiinta ah in aysan weerar xoogan ku qaadin dalkaasi yahuuda ee dhibaatada ba'an ku haya ummadaasi muslimiinta ah dhageystow ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka